للمزيد حول تطورات الأوضاع في غزة، مع استمرار المجازر الإسرائيلية ضد المدنيين في ظل إبداء نتنياهو الموافقة على صفقة جزئية لتبادل المحتجزين، ينضم إلينا عبر سكايب من إسطنبول عضو المؤتمر الشعبي الفلسطيني بشار شلبي. أهلا بك سيد بشار. بداية، في اليوم 263 من العدوان الإسرائيلي المتواصل ضد أهل قطاع غزة، لا تزال مجازر الاحتلال ضد المدنيين مستمرة، والتي كان آخرها مقتل 12 من أقارب رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، وبينهم أخته طبعا. السؤال هنا، ماذا يعني مقتل أقارب قيادي كبير في الحركة؟ ولعلها ليست المرة الأولى. تحياتي لك وللمشاهدين الأعزاء، وتحياتنا للشعب الفلسطيني الذي ما زال يخوض أهله في قطاع غزة هذه الملحمة الإنسانية العظيمة. نعم. التي عنوانها أن هذا الإجرام لا يستطيع أن يتغلب على إرادة الفلسطيني، ويستمر في عصر دماء الشعب الفلسطيني أمام العالم، ويفشل العالم كله، تفشل المنظومة الدولية والمنظومات الإقليمية والأممية كلها، تفشل في وقف الموت جوعا، وفي وقف الحصار، وفي وقف انتهاك كل الحقوق الإنسانية لا بل، والعمل الصهيوني الإجرامي لتجريد الإنسان الفلسطيني من إنسانيته، ليس فقط في قطاع غزة من خلال التجويع والحصار والقتل والتدمير، وإنما أيضا في الضفة الغربية بشكل ممنهج كامل. قيادة المقاومة، كل قيادة المقاومة اليوم هي جزء من الشعب الفلسطيني، وهي التي تتقدم الشعب الفلسطيني في التضحيات. ليست المرة الأولى التي يتم استهداف أقارب من الدرجة الأولى لقيادي في المقاومة، وخاصة في حركة المقاومة الإسلامية حماس، وسبق ذلك في عيد الفطر أنه تم استهداف أبناء قائد المقاومة المجاهد إسماعيل هنية وأحفاده، وقتل من أحفاده وأبنائه ما يصل إلى 7 أفراد، نعم، معظمهم في عيد الفطر المبارك. واليوم تستمر الجريمة، وعنوانها استمرار الضغط على المقاومة بكل السبل والأشكال، ومن ضمنها استهداف مباشر لعائلات قيادة المقاومة، كما تم فجر اليوم من استهداف عائلة المجاهد إسماعيل هنية باستهداف شقيقته وأبناء شقيقته وعائلتهم بالكامل. نعم سيد بشار، بالتزامن مع عدوان الاحتلال على غزة، تمارس قواته أعنف الانتهاكات خلال اقتحامها للبلدات والمدن في الضفة. هل برأيك يمكن أن تغطي العمليات الانتقامية في الضفة المحتلة على الخلافات الداخلية في معسكر حكومة نتنياهو والرفض الشعبي له وكذلك لحكومته؟ هل هذا وارد؟ يعني باستمرار هناك سلوك تقليدي لهذا الكيان المجرم، عنوانه تصدير أزماته الداخلية على حساب الشعب الفلسطيني، على حساب الدماء وعلى حساب الحقوق. نعم. وهذا أسلوب أصبح يعني تقليديا في السياسة الصهيونية، عمره 7 عقود وليس جديدا، إلا أنه لابد من الإشارة أن هناك طريقة ممنهجة الآن يتبعها الكيان الصهيوني، وخاصة هذه الحكومة اليمينية والأشد تطرفا، والتي عنوان مسارها وعنوان خطتها غير المخفي والواضح جدا، هو ضرورة تهجير الشعب الفلسطيني بالقتل وبإخراجه من الأرض الفلسطينية. يعني يريدون الأرض الفلسطينية بأقل عدد يمكن من أبناء الشعب الفلسطيني. هذا ينطبق على غزة، وينطبق على الضفة الغربية، وينطبق على كل الأرض الفلسطينية. وبالتالي ما يجري في الضفة الغربية وما يجري في قطاع غزة يتقاطعان بشكل واضح بهدف تفريغ الأرض الفلسطينية من أهلها، وإبقاء الأرض الفلسطينية بأقل عدد ممكن من الشعب الفلسطيني، وتحويلها إلى أرض يهودية بكل معنى الكلمة، تزوير التاريخ وتزوير الجغرافيا وتزوير المستقبل إن استطاعوا إلى ذلك سبيلا. 7 أكتوبر قضى على كل هذه الأحلام، وبالتالي هم يحاولون أن يتجاوزوا ما أصابهم في 7 أكتوبر بتمزيق الوهم اللي قامت عليه دولة الكيان الصهيوني. نعم. يحاولوا أن يتجاوزوا بمزيد من المجازر والدماء في غزة وأيضا في الضفة الغربية. أستاذ بشار، في المقابل نرى أن المقاومة الفلسطينية ما تزال تثخن في قوات الاحتلال، رغم إعلان قادة الاحتلال تحقيقها تقدما على المستوى العسكري، لكن لافت دخول أسلحة جديدة بيد المقاومة في المعارك،
بما تفسر دخول مثل هذه الأسلحة ومنها صواريخ مضادة للدروع وموجهة؟ ما الذي يعنيه هذا؟ يعني هذا يؤكد أن 7 عقود من الوهم ومن الخذلان للقضية الفلسطينية كان يمكن أن يحدث 7 أكتوبر مرات عديدة خلال تلك 7 عقود اللي مضت. 7 أكتوبر هو وليد الإرادة الفلسطينية، وما يتم بعد 7 أكتوبر وما تم بعد 7 أكتوبر هو وليد الإرادة الفلسطينية. هذه الإرادة التي لن تقبل الاحتلال ولن تستكين أمام الاحتلال ولن تتخلى عن الحلم الفلسطيني والحلم العربي الحقيقي باتجاه تحرير كامل الأرض الفلسطينية من بحرها إلى نهرها، وسيتم وسيبقى الفلسطيني قادرا على نحت صموده من كل الوسائل المتاحة، بالمضادات للدروع والمضادات للطيران، بلحمه بدمه بكل ما يستطيع الوصول إليه لإثبات أنه جزء من هذه الأرض وأن هذه الأرض جزء منه لا يمكن أن يرحل عنها، لا يمكن أن يتركها لهذا المجرم النازي الصهيوني الذي يريد أن يسرق مستقبل أبناء الشعب الفلسطيني ويريد أن ينجس ويرجس هذه المنطقة كلها وهذا العالم من خلال جرائمه التي تحولت فعلا إلى تلويث للإنسانية كلها. الشعب الفلسطيني اليوم إرادته أن يخلص العالم من هذا السرطان الصهيوني بكل الوسائل، ومن ضمنها أنه في كل يوم يفاجئ الاحتلال بقدرته ليس فقط على الصمود وإنما على إبداع مواجهة هذا الاحتلال رغم كل ما يصيب أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة من كوارث ومن مصائب ومن جوع ومن موت يصيب خاصة الأطفال وكبار السن والرجال والنساء في ظل كما قلنا صمت دولي معيب ويعني مخزي جدا. طيب، بحسب متابعتك وتوقعاتك سيد بشار، كيف ستؤثر نجاحات المقاومة في كمائنها وتكبيدها الاحتلال خسائر في الأرواح والمعدات كذلك؟ كيف يمكن لهذه مجتمعة أن تؤثر على الطرف الذي يرفض استمرار الحرب داخل الشارع الإسرائيلي؟ أولا لابد من الإشارة أن الشارع الإسرائيلي متجند خلف المجرم نتنياهو ومتجند خلف استمرار الحرب. الخلاف بينهم هو متعلق باستعادة الأسرى ثم استئناف الحرب أو استئناف الحرب مهما كانت الظروف. هذه الحقيقة التي لابد أن نقرأها. المشكلة ليست نتنياهو وبن غفير وسموتريتش فقط، المشكلة أن هذا المجتمع الصهيوني تحول إلى مجتمع متوحش مجرم كشف عن حقيقته منذ 7 أكتوبر، وبالتالي المقاومة هي رسالة لتثبيت الحقيقة التي لا يريد قادة الصهاينة منذ 75 عاما أن يعترفوا بها، وهي أنه لا يوجد مجال لهذا مهما كانت الضغوط ومهما كانت الجرائم على هذا الشعب أن يتخلى عن حقوقه، أن يتراجع عن مطالبته بأرضه كاملة، أن يتراجع عن حقه في ممارسة سيادته على هذه الأرض وحماية مقدساتها وحماية كل الحقوق الفلسطينية. هذه الأعمال الفدائية، الأعمال البطولية التي تواجه التفوق الهائل في الحديد وفي الفولاذ وفي القتل وفي الإجرام اللي لدى الصهاينة والمدعوم أمريكياً، هذه الإرادة الصلبة، هذه الإرادة هي رسائل أن هذه المعركة هي معركة القضاء على الاحتلال مهما كان فارق القوة لصالح الاحتلال ومهما كان فارق الدعم اللي بتوفره الإدارة الأمريكية والغرب لجرائم هذا الاحتلال، فإن الشعب الفلسطيني سيمضي وهو ماض حتى تحقيق كامل أهدافه بتحرير أرضه وتخليص البشرية كلها من هذا الكيان المجرم النازي الفائق الوحشية وفائق النازية. من إسطنبول عضو المؤتمر الشعبي الفلسطيني بشار شلبي، شكرا جزيلا لك.